السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم في فيديو جديد وشرح جديد على قناتكم قناة سي اش تكنو. اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله راح نحكيو على موقع اللي ربح عملة التي ار اكس. هذه شهادة الموقع كما راكم تشوفوا هنا، سيرتيفيكا اوف اوتوريزاسيون، يعني الخاصة بهذا الموقع. خوتي الاعزاء كملاحظة فقط، عند الاستثمار في هذا الموقع ما تستمروش اكثر من 5 تي ار اكس، تستمروا 5 تي ار اكس فقط، لانه ما ديريش كما هكذا مواقع ما ديريش وقت انها تحبس ولا وقت انها تتوقف لجميع المعلومات الخاصه بهذا الموقع. كما راكم تشوفوا هنا نيم اوف انتربرونور، كومباني ادريس، سيرتيفيكا نيميرو، سبجكت فيدر اريا اوف اكتيفيتي، وهنا ريوري 9/2022، يعني وقتاش ديروا هذا السيرتيفيكا. هذه هي واجهة الموقع. بعد ما تكليكيو على الرابط اللي اسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف او في اول تعليق، راح يوجهكم مباشرة الى هذا الواجهة اللي هي واجهة التسجيل. في اول خانة هنا راح نديرو رمز الدولة الخاص بكم، كما انا من الجزائر راح اختار DZ زائد 213. راح كل واحد فيكم راح يدير رمز الدولة الخاص به، راح ندير خوتي زائد 213. راح نكتبوا هنا رقم الهاتف الخاص بكم، راح نكتبوا هنايا الباسورد، كلمة السر الخاصة بكم، تعودوا تكتبوا هنا كلمة السر. من بعد هنا راح تكتبوا الكود اللي ظهر في الشاشة، هذا الكود 2514 راح تكتبوا هنا. كل واحد كيف راح يجيه الكود هذا، عبارة عن كود كاباتشا. من بعد راح تكليكيو على ساين اب، وهكذا ديركتومو راح يتفتح معكم حساب. انا بدوري عندي حساب في هذا الموقع، ديركتومو نكليكي على ساين ان باش نفهمكم في طريقة العمل في هذا الموقع. راح ندخل الحساب بهذه الطريقه، راح تكتب هنا رقم الهاتف اللي سجلت به وتكتب كلمه السر، من بعدها تضغط على ساين ان ديريكتومو يوجهك لهذا الواجهه. كما راكم تشوفوا هنايا، هذه بعض التعريفات وبعض المعلومات على هذا الموقع اللي حب انه يقراها ويشوفها. كما راكم تشوفوا هنا خوتي العزيز، كما راكم تشوفوا هنا يقول لكم ربح يومي يقدر ب 6% في الماينينغ، وتقدر انك تستثمر من 5 تي ار اكس فما فوق. وهذه بعض الخطط كما راكم تشوفوا هنايا، ديبوزيت 9999 تي ار اكس تربح يوميا 2.5، ديبوزيت 3000 ولا 30000 حتى لهذا العدد تربح يوميا 3%، ديبوزيت من هذا العدد الى هذا العدد تربح يوميا 4%، وهذه تربح يوميا 5%، وهذه 8%. يعني كاين بزاف خط في هذا الموقع تقدر انك تخدم فيهم. كما راكم تشوفوا هنا خوتي الاعزاء، هذه في الخانه الثالثه واللي هي اللي تربح منها عن طريق الترويج للاحاله الخاصه بك، يعني راح تبارطاجي الرابط الخاص بك. كما راكم تشوفوا هنا بريموت بليز بروموت يور شيرينج لينك اون يور فيسبوك، يعني تبارطاجي الرابط تاعك في الفيسبوك، في اليوتيوب، انستغرام، تويتر، تيليجرام، وجميع مواقع السوشيال ميديا. وكل ما يشتركوا عبر الرابط تاعك ويديروا ايداعات راح تربح مقابل ذلك. اذا هذه هي خوتي الاعزاء، راح نكليكي على كلوز. كما راكم تشوفوا هنا بعد التسجيل مباشره يعطيكم في رصيدكم 1000 تي ار اكس كما راكم تشوفوا هنايا. من هنا باش دير ديبوزيت يعني ايداع، من هنا باش دير ويدراو السحب، هنا راح تلقى الوالت الخاصه بك يعني شحال عندك في الرصيد، من هنا خاصه بالبروموسيون يعني الايداع الخاص بك او الايداع الخاص بالمشتركين الذين سجلوا عبر الرابط الخاص بك. من هنا راح تلقى عدد المسجلين في هذه المنصه، من هنا راح تلقى الرصيد المستثمر في هذه المنصه. عاودوا نهبطوا هنايا، راح تلقى جميع المحافظ اللي يتعاملوا مع هذه المنصه، ويتعاملوا ايضا مع بعض المحافظ الاخرى كما تروست والت، كما باير، والعديد من المحافظ. اوكي، الان نروحوا نشوفوا طريقه الايداع في هذه المنصه. راح نكليكيو على ديبوزيت هكذا، راح تكوبي هذا الادرس، تكوبي الادرس الخاص بهم، راح نكوبي الادرس. كما راكم تشوفوا هنا يقول لك مينيموم از 5 تي ار اكس، يعني من 5 تي ار اكس وطلعت تقدر انك تستثمر في هذه المنصه. اللي ما عندوش 5 تي ار اكس ما يقدرش انه يستثمر في هذه المنصه، يعني لازم من 5 وطلعت، من 5 فما فوق. اوكي، بعدها خوتي الاعزاء راح دير رابط المحفظه الخاصه بهم هنايا باش دير ايداع في الموقع. هنا راح تكتب شحال باغي دير الايداع في هذا الموقع. انا راح ندير خوتي الاعزاء 20 تي ار اكس بهذه الطريقه، وراح ندير سنت. سيبو خوتي الاعزاء، كما راكم تشوفوا ترانزاكسيون واز ساكسيفولي كومبليتد.
من بعد اخوتي الاعزاء راح تكليكي من هنا على get the deposit amount هكذا، وكما راكم تشوفوا هنايا ديريكتومو ضافوا لي في الرصيد تاعي 20 تي ار اكس واصبح عندي 2020 تي ار اكس. اذا هكذا الان نكليكي على withdrawal يعني السحب، كما راكم تشوفوا الان اصبحت نقدر نسحب 0.5 يوميا. راح ندير هنا السحب خوتي العزاز، راح نكتب هنا شحال حاب نسحب واللي هي 0.5 يعني شحال عندك في الرصيد 0.5 تي ار اكس هكذا. راح تكتب هنا رمز او عنوان المحفظه الخاصه بك الخاصه بالتي ار اكس. انا راح نجلب المحفظه، تكوبي المحفظه الخاصه بك، ترجع للموقع هكذا، ندير هنا المحفظه، من بعد تكليكي على كونفيرم. كما راكم تشوفوا ويدراول سكسس يعني تم الدفع بنجاح. اذا هاد الخانه الثانيه الخاصه بترامليك كما راكم تشوفوا هنا يوميا تربح 60 تي ار اكس يعني 6% من المايننج الخاص بك. راح نكليكي على روسيف هكذا، هنا الشير منين تبارطاجي الرابط الخاص بك، راح تشارك الرابط الخاص بك في مواقع التواصل الاجتماعي باش تربح اكثر. راح تنسخ الرابط الخاص بك من هنايا، كليكي على كوبي لينك هكذا، وراح تشاركه في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او انستغرام او تيليجرام او اي موقع تواصل اجتماعي هكذا، باش الناس اللي راح تشترك عبر الرابط تاعك وراح دير انفستمون، راح دير استثمار، راح يكون عندك عائد مقابل ذلك. من هنا راح تلقى الماين، راح تلقى يعني جميع المعلومات الخاصة بك، كما راكم تشوفوا هنا شحال عندك تي ار اكس بالانس تاعك، هنا شحال تلقى الاستثمار استثمرتي، كما راكم تشوفوا انا استثمرت 20 تي ار اكس. من هنا راح تلقى التيم الخاص بك يعني الفريق الخاص بك اللي يسجل معك. من هنا بروفيت ليست راح تلقى يعني جميع المعاملات اللي قمت بهم. من هنا باه تحول من رصيد استثماري الى رصيد الرئيسي، تكتب فقط شحال عندك هنا في البروموسيون اكونت وتحولها، تكتب هنا الباسورد ودير كونفيرم. من هنا باش تبارطاجي الرابط الخاص بك، من هنايا نوتيفيكاسيون اشعارات، ومن هنا باش دير تسجيل الخروج من حسابك. ومن هنا خاوتي العزاز باش تواصل مع الدعم تكليكي فقط من هنا، وراح ديريكتومون يوجهك الى تيليجرام هكذا وتضغط على انضمام. وصيبوا خاوتي العزاز هكذا تكونوا انضميتوا الى مجموعه التيليجرام الخاصه بهم. كما راكم تشوفوا هنايا كاين 91 شخص متصل. اذا خاوتي العزاز كان هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم، نتمنى ان شاء الله ان الشرح يكون نال اعجابكم وان الموقع نال اعجابكم. ما تنسوناش بزاف لايك لهذا الفيديو.